صنفت أستراليا ميليشيا الحوثي رسميا كجماعة إرهابية، وقالت الحكومة الأسترالية في بيان إن التصنيف جاء بناء على توصية من وكالات الأمن الأسترالية، ذلك لدور ميليشيا الحوثي في العمليات الإرهابية المستهدفة لحرية الملاحة في الجزيرة العربية. البيان الأسترالي اتهم ميليشيا الحوثي بشن هجمات في خليج عدن وقتل مدنيين وأخذ رهائن. وبحسب البيان فإن قانون أستراليا يعاقب بالسجن لمدة تصل ل 25 عاما لكل من ينضم لميليشيا الحوثي أو يشارك في دعمها أو يتعامل معها. واستهدف هجوم صاروخي سفينة تجارية جنوب غرب مدينة الحديدة الساحلية اليمنية من دون أن يتسبب في أضرار أو إصابات. وأفادت وكالة الأمن البحري بأن السفينة التي لم تقدم تفاصيل عن هويتها أو عن العلم الذي ترفعه تعرضت لما وصفته بأنه هجوم صاروخي، في حين أشارت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إلى أن صاروخا أصاب المياه بالقرب من السفينة، لافتة إلى أن طاقمها بخير وفي طريقهم للمرفأ الثاني. هذا وأعلن عبد الملك الحوثي زعيم التمرد في اليمن أن أحدى العمليات التي شنتها ميليشياته هذا الأسبوع نفذت باتجاه البحر المتوسط. يأتي ذلك في وقت لم ترد فيه أي أنباء عن أي واقعة في هذه المنطقة. قال محللون لبيانات الشحن البحري إن شركات الحاويات حققت أعلى نمو فصلي في الأرباح منذ بدء جائحة كورونا، وخلافا للتوقعات بحدوث خسائر كارثية هذا العام، فقد نمت أرباح شركات الشحن خلال الربع الأول بنسبة 9.2% مقارنة بذات الفترة من العام السابق. ووفقا لمراقب بيانات الشحن ماكون، فإن شركات الحاويات استعادت هذا العام ربحا قدره 5.4 مليار دولار خلال الربع الأول. وأرجع ما كان سبب إلى زيادة أحجام الشحنات البحرية نتيجة زيادة المسافة المعتادة للشحن بين آسيا وأوروبا بنحو الثلث. من جانب آخر، أفادت وكالة التسنيم الإيرانية أن اللواء سلامي قائد الحرس الثوري الإيراني والجنرال قآني قائد فيلق القدس عقدا اجتماعا مع مجموعة من قادة ميليشيات في المنطقة، وذلك على هامش مراسم تشييع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ومرافقيه. وأضافت الوكالة أن المجتمعين ناقشوا آخر الأوضاع السياسية والاجتماعية والعسكرية في غزة ودور الفصائل في مواصلة القتال في غزة بمشاركة فصائل أخرى في المنطقة. من الكويت ينضم إلينا رئيس المنتدى الخليجي للأمن والسلام الدكتور فهد الشليمي. أهلا ومرحبا بك معنا دكتور فهد. ربما عدة نقاط نريد أن نفهمها. سأبدأ من الخبر الأخير وهو اللقاء بين سلامي وقآني مع هذه الفصائل الموالية لإيران، والحديث عن الاستمرارية في غزة والطلب من هذه الفصائل بالاستمرار بما تقوم به أو المشاركة في ربما هذه الحرب نوعا من الدعم وفقا لهم. كيف نفهم هذه الرسالة وتوقيتها في ظل عمليات التشييع وفي مواراة الرئيس الثرى وما إلى هنالك؟ بسم الله الرحمن الرحيم، وأسعد الله مساءكم. أكيد يعني متوقع أن قدوم الميليشيات اللي مدعومة من قبل الحرس الثوري الإيراني حيكون في نوع من التنسيق والتخطيط، خصوصا بعض المتغيرات الدولية. الآن السؤال اللي يدور عندهم، خلينا نستقرأ ماذا قالوا. هم قالوا ماذا بعد رفح، هذا رقم واحد، إيش راح نتصرف بعد رفح. النقطة الثانية، ماذا بعد الاعتراف الأوروبي السياسي بالسلطة الفلسطينية وليس بحماس. النقطة الثالثة هو شرح التنافس المحموم لرئيس، لأن إيران حتكون مشغولة في الانتخابات، حيكون أمام إيران 4 شهور كلها شغل الحقيقة مشغولة في الانتخابات، وأيضا في تنافس محموم لخلافة المرشد. النقطة الرابعة، ماذا بعد تداعيات المحكمة
الجنائية الدولية التي الحقيقة جعلت جزء من قادة حماس مجرمي حرب كما وساوتهم بنتنياهو وبيلي غانتس. فهذه كلها الحقيقة أمور، ما هو الدور المرسوم لهم؟ أنا أعتقد لا يوجد أي دور لهم إلا هو دور إزعاجي، لأن العجلة السياسية دارت. لو شاهدنا الأرينا السياسية الآن تجد الأوروبيين كلهم يريدون أن تكون هناك دولة فلسطينية. من المستفيد؟ هل حماس مستفيدة؟ لا، المستفيد السلطة الفلسطينية، الشعب الفلسطيني، والمستفيد الشعب الفلسطيني، والمستفيد كل الدول الجوار التي تريد أن تكون هناك دولة فلسطينية وعاصمة القدس على حدود 1967. الغير مستفيد هم الإيرانيين، لأنهم خرجوا من هذه المعادلة، والحقيقة منظمة حماس أو بعض قادة منظمة حماس. فأكيد راح يكون في نوع من التصعيد، التصعيد المنضبط، لكن هذا التصعيد لن يكون له تأثير وفعالية لسبب بسيط، لأن إيران رفعت الحقيقة الراية الوردية، خلينا نقول الوردية، أمام إسرائيل، وقالت نحن الحقيقة لن نتدخل في أي أعمال أخرى، وبالتالي هي سوف تضحي بالمتبقي من رفح. في متغيرات سياسية دولية هم يريدون، ورقة الرهان اللي ممكن يلعبون عليها هي الحوثي فقط، لأنه هو بعيد عن المنظومة السياسية إلا إذا تم. ولكن هذه الورقة اليوم أصبحت الأعين مفتحة عليها بشكل مختلف عن السابق، سواء من الولايات المتحدة أو حتى من الدول الأوروبية بشكل عام والغرب، واليوم أستراليا صنفت ميليشيا الحوثي كجماعة إرهابية وأوسط البقية، بقية الدول، أن تصنف كذلك. هل أيضا هذا التصنيف وهذا الضغط ربما الدولي بالنظر لطبيعة الحوثي وما يجب أن يتم التعامل به مع الحوثي أيضا يعتبر ضغط على إيران؟ بلا شك تصنيف الحوثي إرهابي، وهو مكانه الطبيعي. صراحة الحوثي منظمة إرهابية أرهبت اليمنيين قبل العالم، ولكن العالم كان متقاعس لاعتبارات سياسية ومصلحية مع دول أخرى. هذا الضغط، حالة بعض زعماء حماس إلى الجنائية الدولية، تصنيف الحوثي كمنظمة إرهابية، تصنيف حزب الله الجناح العسكري كمنظمة إرهابية، الرابط بينهم كلهم حلفاء لإيران، والرابط بينهم كلهم أصدقاء لإيران بين قوسين الحرس الثوري الإيراني، وبالتالي هو نعم هو كأنه وصم إيران بالدولة الإرهابية، وهو حقيقة الحقيقة. لكن المجتمع الدولي يريد أن يناور، المجتمع الدولي الحقيقة أو الدول الكبرى لها مصالح. الآن حتى في الدول الخليجية، يعني لو لاحظنا فترة العزاء، زيارة الوزراء، التعزيات على مستوى الرؤساء، كلهم يقولون نحن أيدينا مفتوحة للتعاون معكم أيها الجيران الإيرانيين. حتى ملك البحرين من موسكو صحيح سوف لا يوجد مانع من تطبيع العلاقات مع إيران، الكل منفتح مع إيران. هذا يبين هناك خلل بالدولة الإيرانية. الجزء السياسي اللي تمثله رئاسة الحكومة ووزارة الخارجية ضعيف أمام الحرس الثوري وأمام مكتب المرشد، والآن بهذه الفترة بات ضعيفا أكثر بعد موت الرئيس وموت وزير الخارجية الذي وصف بمساعيه ربما الكبيرة وجولاته المكوكية في المنطقة. هل الآن المناخ يعتبر ملائما أكثر للحرس الثوري للقيام إذا ما كان هناك أي سياقات جديدة يريد الحرس الثوري الذهاب إليها أو التصعيد عبرها؟ الحرس الثوري سوف يكون مشغول من خلف الستار في وجود رئيس، لأن رئيس الدولة في إيران هو الذي يتحمل الملامة، فالحرس الثوري لا يريد أن يكون مرشحهم يتحمل الملامة. الحرس الثوري أيضا مشغول في منصب المرشد القادم، وكثير الحقيقة تحدث، حتى احنا في مركز الدراسات يعني كتبنا عدة تقارير عن هذا الموضوع. لكن الحرس الثوري أيضا يريد أن يبغي أصابع المناورة لديه خارج إيران، اللي هو حزب الله والحوثي وحركة حماس. هذه أصابع المناورة لديه الآن بدأت تفقد تأثيرها في الواقع، لكن هو يريد أن يبقيها حية لكي تتم في مرحلة من المراحل مراجعة، إذا كانت هناك 5+1، إذا كان هناك دور لإيران في المنطقة. لكن لنشاهد الآن بعد هذه الوفاة وسقوط الطائرة، يعني المجهود السياسي الإيراني انخفض، ولكن وجدنا الحقيقة تعاطف الحقيقة من دول الجوار لكي يتم بناء علاقات جديدة، وأظهر هذا التعاطف
أو التفاهمات عبر رسائل التعزية وحضور وفود التعزية. دكتور فهد، فقط لضيق الوقت، هناك يوجد دائما احتمالان فيها في هذه، يا أما تستجيب إيران وتغير وتذهب فعلا إلى هذه الدعوات حتى لو لم تكن مباشرة وتغير نهجها، أو تبقى وربما تصعد. أي الفرضيات ترجحها أكثر أن يذهب إليها من قبل إيران؟ خلينا نأخذ الفكر الإيراني. إيران سوف تصعد وسوف تستجيب أيضا، بالتالي حتكون في النص زي مباحثات النووية، تتقدم خطوة وتقف وتنتظر الطرف الآخر لكي يتقدم خطوتين وبالتالي تتراجع. هذا هو الأسلوب، حفظناه يعني مفهوم. بالتالي الإيرانيين سوف تصعد بعض مجموعاتهم، وسوف نشاهد حديث عن السلام واستمرار المباحثات مع الجيران والتفاهمات عبر وزارة الخارجية ورئاسة الدولة القادمة بعد 3 شهور. نعم، وبخصوص الحوثي، كون اليوم يشكل وجود الحوثي وما يقوم به الكثير من الضرر ليس فقط على اليمن وعلى دول الجوار، وإنما على التجارة العالمية بشكل عام، البحرية، هل نتوقع أن يكون تكريث في المرحلة القادمة من قبل الجانب الإيراني لهذه الورقة، أم أنه من الممكن أن يكون نوع من التهدئة إذا ما أرادت إيران أن تستخدمها كورقة للحصول على أشياء أخرى أو ملفات أخرى؟ أنا أعتقد إذا حسمت مسألة غزة حتتم التهدئة، إذا حسمت، لأن لن يكون لديه ذريعة. لكن في الواقع الحوثي هو إرهابي، ومكانه الطبيعي قائمة الإرهاب، ومكانه الطبيعي قتل قادته المتهمين بالإرهاب. لكن حل مشكلة غزة وعودة السلطة الفلسطينية لها أو عودة قوات فصل هو راح يقلص الحجج القانونية والجهادية والتأسلمية للحوثي بأنه يدافع عن غزة وعن هدم. هذا بما يتعلق بهجماته البحرية، ولكن كان له طبعاً ممارسات كثيرة وانتهاكات كبيرة سواء في اليمن طبعاً، وحتى على بعض الدول كما قام به. هو شرع على اليمنيين، هو ينتقد هدم البيوت في غزة وهو يهدم بيوت المدنيين الفقراء المساكين. لا يمكن إلا أن يصنف إرهابي بصراحة، يعني أنا هذا الحقيقة. لكن باقي العالم، بريطانيا هي من ساهمت، هي أعطت أكسجين الحياة للحوثي لما كانوا قوات التحالف العربي حيدخلوا الحديدة على بعد 1.6 كيلو. بريطانيا هي التي رفعت الفيدو وحذرت وأنذرت، هي من تعطي أكسجين الحياة للحوثي. هل ندمت بريطانيا أو ما زالت على هذا النهج باختصار؟ أنا أعتقد البريطانيين كانوا يريدون أن يلعبون بهذه الورقة، وكل الدول الكبرى تريد الطفل يلعب يعمل فوضى في الإقليم لكي يتم التفاهم معها والاستفادة منها. لكن هو أثر على العالم، وبالتالي نجد أن يريدون أن يضعون في بوكس، في دور محدود. لكن أعتقد البريطانيين كانوا خاطئين عندما منحوا أكسجين الحياة للحوثي عندما تم الهجوم على ميناء الحديدة. شكرا جزيلا. من الكويت كنت معنا رئيس المنتدى الخليجي للأمن والسلام الدكتور فهد الشليمي.